أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ مع أهم العناوين. الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تهنئ العراقيين وأبناء الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. المدى، الحزبان الكرديان يوقعان اتفاقا لتشكيل حكومة كردستان. العرب اللندنية، واشنطن تغري بغداد بعقد الحزمة الواحدة لسحبها من أحضان أوروبا. البصائر، هيئة علماء المسلمين تصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على غزة. العرب الجديد، الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع في طرابلس. القدس العربي، غزة تقاوم نيران نتنياهو، 25 شهيدا ومقتل 4 مستوطنين. الحياة، إيران تعتزم بيع نفط في السوق الرمادية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورمضان مبارك عليكم. بعد مرور 16 سنة على الاحتلال الأمريكي للعراق، يتساءل الشعب العراقي عن الأموال والثروات التي أصبح يملكها السياسيون ممن أتوا على ظهور دبابات الاحتلال عام 2003، بعدما كانوا قبل ذلك مشردين في إيران وسوريا وبعض الدول الغربية كلاجئين. فمن أين لهم ما يملكون اليوم من أموال طائلة وأملاك وأراض وثروات تضخمت خلال سنوات قليلة من فترة حكمهم للعراق والسيطرة على مقدراته؟ وهل من المعقول أنهم جمعوا هذه الثروات من رواتبهم ومخصصاتهم؟ يتساءل الكاتب سلام الجنابي في مقال بموقع الهيئة النت. الواقع يقول إنهم سرقوا ونهبوا خيرات العراق ووصلوا إلى هذا الحد من الثراء الفاحش، وذلك باعتراف كثير من الساسة أنهم لم يكونوا يمتلكون حتى ما يكفي قوت يومهم. فهذا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كمثال، يقول في مقابلة تلفزيونية إنه كان مشردا في سوريا ولم يكن يستطيع أن يصرف أكثر من دولار واحد في اليوم لكي يوفر مصروفه اليومي. أما اليوم فجميع العراقيين يعلمون جيدا ما يملك المالك من ثروات وأملاك وأراضي ومقرات ونفوذ. ويقول النائب فائق الشيخ علي إن السياسيين الحاليين كانوا مشردين في شوارع إيران وسوريا ويعيشون على التمن والقيمة، وإنهم حاقدون على العراق وحتى على أنفسهم، وقد جمعتهم أمريكا عام 2003 وأتت بهم لحكم العراق. من الأولى لحكومة بغداد قبل أن تدعي محاربتها للفساد ومكافحته أن تشرع وتنفذ قانون الكسب المشروع وقانون من أين لك هذا، ومطالبة السياسيين بكشف ذمامهم المالية قبل تسلمهم السلطة وكشفها في الوقت الحالي ومحاسبتهم. ولكن كيف لحكومة أسسها الفاسدون والسراق بنيت على عملية سياسية مهزوزة وعرجاء أن تحاسب من سرق ويسرق الشعب العراقي الذي يقع أكثر من 40% منه تحت خط الفقر ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات وحقوقه المشروعة؟ يقول الكاتب خليل إبراهيم العبيدي في موقع كتابات: سؤال أكاد أن أجزم أنه سؤال القرن، هل الحكومات المتعاقبة بحاجة إلى قانون لاستعادة أموال الشعب العراقي؟ أم بحاجة لاستبعاد المتنفذين الذين بحوزتهم الكثير من هذه الأموال؟ الجواب واضح وجلي، يقول بأن من أولويات الحكومة، أي حكومة، هو الحفاظ على المال العام، إذ يتضمن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مواد واضحة وصريحة، كذلك مواد لقوانين خاصة لا تجيز السكوت على أي قدر للمال العام بيد الغير. وقد كان حري بالفعل أن ينجز هذا القانون منذ الدورة الأولى للبرلمان الهشة.
إن المال العراقي لدى الغير يكون إما على مجموع المبالغ المسروقة من الخزانة العامة خاصة بعد السقوط، وهي كبيرة جداً تكاد تفوق 380 مليار دولار، والمسؤولون يعلمون أين هي، ومنها المبالغ المسكوت عنها لدى الغير مثل المبلغ الذي وجد في مكان ما في بيروت والبالغ 1,600,000,000 دولار، وأثيرت الضجة حوله ومن ثم تم تجاهله، أو المبالغ لدى المقاولين الذين لم ينفذوا العقود وتم تهريبهم، أو الأموال التي تعود لأزلام النظام السابق ولا زالت بحوزة الغير، أو ممتلكات النظام السابق من الأراضي والعقارات واليخوت أو أي متعلقات أخرى تعود للدولة، أو الأموال التي تعود للدولة وهي مودعة بأسماء الغير. كل هذه الأموال وغيرها والعائدة حصرا للدولة كان من أولويات المسؤولين البحث عنها وإعادتها وفقا للقوانين النافذة، ولا حاجة لاستصدار قانون من مجلس النواب الذي بات منذ سنين طويلة يماطل بإصداره لوجود النوايا السيئة تجاه هذا المال العام. ويضيف الكاتب أن الحكومة اليوم ومن قبلها البرلمان بحاجة إلى نية حقيقية لاستعادة هذه الأموال، لأنها بمثابة المنقذ للنظام من السقوط الحقيقي أمام الشعب، لأنها نواة لخطط التنمية أو أن تكون وسيلة للقضاء على البطالة وتخليص المجتمع من ظاهرة الانتحار. فالبرلمان المختلف على إقرار قانون الاستعادة يضم بين صفوفه من استولى على المال العام أو من يعرف من هو سارق هذا المال، وعليه إقرار القانون وعلى الحكومة والعدل والادعاء العام أخذ زمام المبادرة لإجراء حملة والتنسيق مع الانتربول لاستعادة هذه الأموال. ولسنا بحاجة لقانون، على كل حال لقد خابت فيكم الآمال. لكي يأخذ العراق دوره بين أشقائه العرب وفي العلاقة مع الحكومة الإيرانية، لابد من جعل هامش مركزية السلطة والدولة فاعلا، أي أن أي عمل يمكن تحقيقه لابد أن يسبقه إنجازات فعلية داخلية. لكن يرتاح المواطن ويشعر ويطمئن لمصداقية، أو يقوم بالطمأنة لمصداقية العمل والإنجاز، ثم لا يمكن لأي دولة في المعمورة وفي مقدمتها العراق أن تحقق منجزا في علاقاتها الخارجية. وفي الداخل هي ضعيفة منخورة، تتقاذفها المصالح الأنانية السياسية بين كياناتها الحاكمة، وفق ما قال الكاتب جاسم مراد في صحيفة الزمان العراقية. هنا لابد من قراءة موضوعية للوضع العراقي. فخلال السنوات الماضية كانت التجاذبات السياسية واللجوء للآخر خارج خارطة الوطن والأنانية السياسية المتكورة حول ذاتها وانعدام الانفتاح في تحقيق أي منجز للمواطنين وصعود اللامنتج لمفاصل الدولة وسطوة الحزبية والكتلوية على السلطة، كل ذلك جعل من العراق بلدا هامشيا يتأثر ولا يؤثر. ليس من المستساغ أبداً أن تبقى أربع وزارات مهمة خارج التشكيلة، وهي الدفاع والداخلية والتربية والعدل، لسبب أن هذه الكتلة غير راضية وتلك تريد الأمور لصالحها، وكأن مصلحة العراق خارج النص المطلوب. هذا الوضع يعبر بشكل أو بآخر بأن مثل هذه الكيانات لا زالت خارج الزمن التطوري، فهي تمارس السياسة بعقلية إقطاعية وتنظر للعراق حصة على وفق التقسيمات المذهبية العرقية. وبهذا السلوك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعر المواطن والمتابع على حد سواء بوجود فسحة أمل يمكن من خلالها أن ينجو هذا البلد من مخالب التوزيعات السياسية الضيقة. ويضيف الكاتب أن البلد شبع حتى التخمة من وزراء الأحزاب والكيانات التي انحصرت حركتها في خدمة كياناتها ومذاهبها وعرقياتها. والغريب من خارج الوطن وغصت الدنيا بما أخذتم، العودة لهذا السلوك حتما سينتج تفاعلات شعبية ليس باستطاعة أحد الوقوف ضدها.
فالناس تنظر لما يحدث في السودان والجزائر، والعراقيون ليسوا أقل همة من غيرهم. اتركوا ولو لأربعة أعوام فقط التنافس المذل على المناصب واجعلوا الوطن بين عيونكم، دون ذلك فكل لحظة من الزمن القادم حبلى بالمفاجآت، بحسب الكاتب. رغم تخصيص 750 مليار دينار في الأعوام التي تلت حرب الموصل، وتخصيص 280 مليار دينار في 2019 من قبل الحكومة لإعمار الموصل فضلا عن الدعم الدولي، إلا أنه باستثناء إزالة الركام من الطرق الرئيسية لا يمكن أن تلمس تغيرات كبيرة في المدينة التي قطعت الحرب أوصالها تقرير نشرته صحيفة المدى عن أهالي الموصل يشير إلى أن 1500 جثة ما تزال عالقة في الموصل القديمة، وأن العظام تحولت إلى رميم، كما يؤكد أن الفساد فعل بأهل الموصل ما هو أسوأ مما حل بهم على يد داعش، حيث لا أحد يعلم أين ذهبت الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة. مواطنو الموصل يئسوا من الوعود التي تطلقها الحكومة دون أن تدخل حيز التنفيذ فعلياً، فيما بادر البعض بترميم المنازل مثل المواطن أيمن صبحي، وذلك من أجل الخلاص من عبء الاستئجار والعيش داخل المخيمات بأي ثمن. وأوضح أيمن صبحي وهو من سكان حي الزنجيلي بالموصل أنه في حال كان المبلغ المخصص لكل مواطن متضرر كان 100,000 دولار على سبيل المثال، فلن يتحصل المواطن على ربع هذا المبلغ، وهذا هو الواقع. بحسب التقديرات الأولية فإن إعمار الموصل بحاجة إلى 100 مليار دولار. خلال الحرب على داعش فقد تعرض 11,000 منزل للدمار، إلى جانب هدم 300 مدرسة و72 مركزا صحيا و9 مستشفيات كبيرة و60 مسجدا وكنيسة وعشرات المباني والفنادق. يقول الكاتب أو على لسان أهل المدينة بأن صرف المليارات في ترميم الموصل لن يجدي نفعا دون وجود رقابة دولية. من جهته يقر مجلس محافظة نينوى بوجود نحو 100 مكتب اقتصادي تابع للأحزاب والجماعات المسلحة العراقية في المدينة، أنه رغم إغلاق بعضها لكن بعضها الآخر يعمل بشكل سري ويهيمن على تنفيذ المشاريع. انتشار الفساد المالي كان أحد أسباب ظهور داعش عام 2014، ولكن بعد مرور 5 سنوات من ظهور داعش وعامين على طرد التنظيم، ها هو الفساد يعود مرة أخرى تهديدا جديا لزعزعة أمن واستقرار هذه المدينة. يقول الكاتب محمد أبو الفضل في مقال بصحيفة العرب اللندنية: لا أعلم هل يدرك الأخوة في السودان أن تذبذب الأوضاع الحالية يمكن أن تؤدي إلى طوفان سياسي في البلاد أم لا؟ فالتطورات التي وصلت إليها الحوارات المتقطعة بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير دخلت في دهاليز وعرة، ويتعامل معها الكثيرون على أنها معادلة صفرية وليست تكاملية، ومكاسب كل طرف تعني خسائر للطرف الآخر. أدت الأجواء العامة التي تجري فيها المناقشات وما لحق بها من تسخين متعمد من قبل بعض الدوائر السياسية إلى الوصول إلى نقطة غامضة من الانسداد ومحاولة النفخ فيها بشدة لإضرام المزيد من النيران، وكأن المجلس الانتقالي جاء من سطح القمر ولم يكن موجودا على الأرض ولم يلعب دورا مهما في حسم الانتصار لإرادة المعتصمين. مضى نحو الشهر على عزل عمر حسن البشير، ولا يزال الدوران مستمرا في حلقة تتسع حينا وتضيق في غالبية الأحيان، وما أن تقترب المسافات بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير للتفاهم حول قواسم مشتركة، إلا وتظهر هناك أزمة تؤدي للعودة إلى المربع الأول، لأن الثقة مهزوزة والشكوك تسيطر على تصرفات البعض، ومحاولات إرباك المشهد السوداني من قبل بعض الأطراف لن تتوقف. تخشى دوائر متابعة أن تزداد الأمور
تعقيدا ويدخل السودان نفقا طويلا من حوارات الطرشان، فكل طرف يراهن على طول نفس الآخر ومدى قدرته على تحمل الضغوط. بالتالي تحتاج الأزمة إلى إبداعات تتجاوز الحلول النمطية وتسويات تهيئ البلاد لمرحلة أكثر هدوءاً، لأن الطبخة السياسية المؤقتة أو غير الناضجة قد يتبعها طوفان، بينما الترتيبات الشاملة الدائمة يمكن أن يعقبها أمن واستقرار في السودان. يمتاز السودانيون عن الكثير من شعوب المنطقة بأن لديهم نخبة كبيرة من المثقفين ويملكون القدرة على التسامح وفهم الأحداث والتعامل معها، لكن يبدو أن هذه الكثافة ربما تتحول إلى عامل شد بدلا من أن تصبح عامل جذب، فقد تناثرت الفتاوى السياسية بما يعطل التفاهم حول رؤية رشيدة توفر الخروج الآمن للبلاد من الأزمة الحالية. صعدت روسيا والنظام السوري قصفهما على ريفي حما الشمالي والغربي وجنوبي إدلب، وكأنهما يريدان استباحة إدلب بأكملها. وقصف منشآت طبية وتعليمية وقرى وبلدات، وطاول التهجير مئات ألوف الناس. جاء هذا الجديد على إثر تسريبات وصفقات بين روسيا وتركيا، فالأخيرة تأخذ تل رفعت وقرى تسيطر عليها الوحدات الكردية، وروسيا تتوسع في المناطق منزوعة السلاح وفق اتفاق سوتشي، فتصبح منزوعة السكان ومناطق عسكرية خالصة لصالح الروس وتسير فيها بحسب مقال للكاتب عمار ديوب في صحيفة القدس أو في صحيفة العربي الجديدة. لتركيا التي هي أحد الضامنين لاتفاق سوتشي 2018 حساباتها في عدم تصفية الفصائل الرافضة لهذا الاتفاق، مثل هيئة تحرير الشام وجيش العز، ولكن لروسيا مصلحة في ضبط كل العمل العسكري في إدلب، أي على حدود المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وللأخيرة مطارات وثكنات وجنود ومرافق، وبالتالي تريد تنفيذ اتفاق سوتشي كاملا ولو أدى الأمر إلى إنهائه وليس تطبيقه، واحتلال إدلب أيضا ما تمنع روسيا عن إنهائه، كما حال اتفاقيات خفض التصعيد في درعا وغوطة دمشق وحمص الشمالية والاكتفاء بتطبيقه. ويؤكد أن العملية لن تكون واسعة في ظل وجود شروط دولية تخص إدلب، إذ هناك رفض دولي لاجتياح كامل، وقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا رافضا له، فسوف يفضي إلى موجة جديدة من التهجير وستطاول ملايين السوريين، وهذه لا تحتملها لا تركيا ولا أوروبا. وهناك أيضا عدم جاهزية روسيا لحرب استنزاف طويلة، سيما أن الخلافات بينها وبين إيران تتصاعد. يضيف الكاتب: لا تكتفي روسيا بأن تهجر سكان قرى كثيرة وهي تهجر سكان بلدات خاضعة للنظام في المنطقة ذاتها بقصد بناء منطقة عسكرية جديدة لها في شمال حما، وبالتالي لن تصمت أبدا أي فصائل عسكرية خارج عن السيطرة التركية. جيش العزة وهيئة تحرير الشام خارجان عن ذلك ويرفضان الدورية المشتركة ويرفضان إخلاء بعض القرى المشمولة باتفاق سوتشي. تعني هذه الأفعال حربا قوية مع الروس أو من الروس وحلفائهم في تلك المنطقة، وبالتالي تتحمل الفصائل مسؤولية كبيرة في مواقفها تلك. عملة بريطانية بنقوش عربية، كيف مزج الملك أوفا تصميما عباسيا وإنجليزيا؟ موقع الجزيرة نت كتب عن هذا الموضوع: فمنذ نحو 1240 عاما سكت عملة معدنية فريدة تحمل نقوشا عربية وتعود للملك أوفا ملك مرسيا إحدى ممالك إنجلترا الأنجلو سكسونية، ونسخ تصميم العملة من الدينار الذي صكه الخليفة العباسي المنصور الذي كان معاصرا للملك أوفا، ونسخ التصميم بالكامل بما في ذلك الإشارة إلى الخليفة العباسي، وحتى تاريخ العملة التي صدرت عام 157 للهجرة. ومع ذلك فمن الواضح أن الناسخ لا يقرأ اللغة العربية، إذ وردت أخطاء بسيطة في النقش العربي.
ورصدت العملة أو رصدت العملة لأول مرة في قاعة بيع في روما، وربما تم العثور عليها هناك. وأكد الخبراء أن العملة التي تعرض حاليا في المتحف البريطاني أصلية، وربما كانت هدية إلى البابا من الملك أوفا، حيث وعد ملك مرسيان بإرسال 365 قطعة ذهبية له كل عام، وإذ كانت العملة المعدنية جزءا من هذه الهدية الدبلوماسية، فمن المفارقات أن تتضمن النسخة العربية المنسوخة عبارة لا إله إلا الله وحده. والآن إلى الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.